السلطانة زيدانة والغضفة بنت المهدي الرحالة. عائشة بنت مبارك الرحمني البربوشي الشهيرة بالسلطانة زيدانة أصلها من قبيلة برابيش من الرحمنة، وهي أولى زوجات مولاي إسماعيل. أدركت عند حظوة ومكانة حتى سميت بمولاة الدار. كان يقال لمن يود قضاء حاجة عند مولاي إسماعيل أن يقدم الهدية لها قبل ملاقاته، وكان السلطان نفسه يرجح عقله على عقول أغلب الرجال، فنافست بذلك نظيرتها خناثة المغافرية، وقد ولد لها من السلطان عدة أولاد وبنات من بينهم أحمد الذهبي وزيدان وعلي الأعرج، وسعت لديه من أجل تولية خلفاء له في جهات المغرب. عرف عنها صلاحها وورعها وحبتها للفقراء والمساكين وتعظيمها للعلم والعلماء، ومن الأمثلة الحية على الكفاح المرأة المغربية ومشاركتها في معارك التحرر. الغطفة بنت المدني الرحالة، وهي من مواليد قلعة سراغنة، نشأت في وسط يعج بالحماس الوطني وبالكفاح المسلح، وزاد وثاق ارتباطها بهذا المجال لما أضحت زوجة المقاومة الشهيد عبد الرحمن المخنت المعروفة ببطولاته ورئيس منظمة اليد السوداء. ولذلك حينما انتقلت صحبة أسرتها إلى الدار البيضاء أضحت عنصرا لا محيد عنه لرجال المقاومة السرية بالمدينة، فكانت المؤمنة لنقل الأسلحة وتوزيعها على الفدائيين والحاملة لأخبار التنسيق، كما كان بيتها أحد أهم المعاقل السرية لإخفاء الفدائيين الفارين أو اللاجئين. قد عملت مع رجال المقاومة بشجاعة وهي في مطلع شبابها إلى حين افتضاح أمرها أثناء تربص السلطات الاستعمار بزوجها المذكور. ألقي القبض عليها داخل منزلها دون أن تتمكن آلة التعذيب الوحشية من إذلالها وإجبارها على البوح بأسرار أنشطة زوجها ومنظمته، حيث بمجرد شعورها بقدومه إلى المنزل نبهته صراخا بوجود العدو داخله، مما مكنه من الهرب في الوقت الذي وقعت فيه الشهيدة سريعة نيران سلطات الاحتلال ملبية للواجب الوطني.